السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا جماعة باقي حلقات ال 2300 سؤال إن شاء الله. اليوم مع أول سؤال بيقول لي أوجد محيط الشكل. هنا يا جماعة خمسة، وهنا ستة، هنا ثلاثة. طبعا طالما عندي خمسة اعرف ده كله كمان خمسة، لأن طبعا الجزء ده زائد ده بخمسة. نفس الشيء هنا، ده يا جماعة زائد ده بكام؟ برضه بستة. فالمحيط بتساوي برضه ستة زائد ستة زائد خمسة زائد خمسة يا جماعة، يعني 12 زائد 10 هتساوي 22. ده المحيط. أو كده السؤال يا جماعة التالي، قول لي شخصين لهم أسهم في شركة، عدد أسهم الثاني يكبر القسمة على 9 و11 و13. ده شرط يعني يا جماعة، شرط العدد يكبر القسمة على كام؟ على أرقام دي. طيب إيه هو يا جماعة شرط القسمة على 9؟ نفس بالظبط شرط القسمة على 3، اللي هو مجموع أرقام العدد يقبل القسمة على كام؟ على 9. تمام كده؟ يعني مثلا إيه؟ اجمع هنا كده، 3 زائد 2 3 زائد 2 زائد 3 زائد 1 هذا 6، وكمان 3 يا جماعة ادينا 9 تقبل القسمة على 9 عادي. تمام كده؟ طب هنا 7 و8 ادينا 15 و2 17 18 تقبل القسمة على 9 برضه. طب القسمة على 11 يا جماعة، امتى تقبل القسمة على 11؟ إذا كان مجموع الأعداد الفردية يساوي مجموع الأعداد الزوجي، يعني إيه مثلا هنا 7 زائد 4 هل هيساوي 5 زائد 1؟ لا، يبقى ما يقبلش الجمع عليك القسمة. هنا مثلا 1 زائد 5 هل هيساوي 2 زائد 1؟ طبعا لا. تيجي هنا يا جماعة 3 زائد 3 بتساوي 6، و2 زائد 1 بتساوي 3، برضه لا يصح يا جماعة. إذا هو ده الحل، طب نتأكد منه إزاي؟ 7 زائد 2 ب 9، و8 زائد 1 بيساوي كام برضه؟ 9 برضه يا شباب. واضح كده؟ يبقى العدد ده يكبر القسمة على 9 وعلى كام؟ وعلى ال 11. قطعة أرض مستطيلة الشكل بدخلها الحديقة على شكل نصف دايرة، طول نص قطر الحديقة 1 سم. ماشي يا شباب، يعني ده كده 1 سم، جزء كده 1 سم. ما محيط الحديقة يا جماعة؟ إيه هو المحيط أصلا؟ هو كل ما يحيط بالشيء نفسه، يعني عبارة عن محيط نصف دايرة، ده محيط نصف دايرة زائد الدرع ده يا جماعة. طب الدايرة بحيطها بيساوي كام؟ بتساوي القطر ضرب مين؟ طب أنا عندي نص يا جماعة، نص أي دايرة؟ أقول له نص الأول نص في القطر كله 2، طب طه بكام؟ اكتبها زي ما هي خلاص في السؤال الإجابة. طيب اكتبها زي ما هي، يبقى أنا يا جماعة محدد كده، ده يروح مع ده هيديني طه زائد الجزء ده بكام يا جماعة؟ نص القطر بواحد وده واحد، يبقى كله كام؟ 2، يبقى طه زائد 2 هو الحل. مع شخص 20 ورقة من فئة 5 ريال و20 ريال، إذا كان المبلغ الذي معهم 280 يا جماعة، كم عدد اوراق من فئه الكام الى 20؟ هنا بنحل السؤال ده بالتجريب، دايما بنحله بالتجريب يا جماعه. معايا 20 ورقه، طب نجرب كده، لو عندي 10 من ابو 20 يبقى 10 في 20 ب 200. طب باقي لك 10 من ابو 5 ادينا 50 يا جماعه، يعني 250. طب اقول لا، المبلغ يكون كام؟ 280، يبقى ده غلط. نجرب التاني يا جماعه، لو 12 ورقه عندي من ابو 20 هيديني 240. بيع 10 ورقات يا جماعة من أبو كام؟ من أبو 5، لا بيع 8، معلش أنا آسف، خدنا هم كلهم 20، خدنا 12 بيع 8، 5 يدينا 40، اجمع يدينا 280 يا جماعة، هو المطلوب. إذن هي الصح. الدولار بيساوي 3 دولار، يساوي 3 ليرات، والليرة 12 جنيه، فما كنا في 20 دولار يا جماعة بالجنيه. هعمل إيه هنا يا شباب؟ هضرب كله ببعضه، أو بمعنى أصح دولار أحوله إلى ليرة يا جماعة، وليرة أحولها إلى إيه؟ إلى جنيه. طيب الأصل قول 3 ضرب 12 ضرب كام؟ 20. خلاص كده 3 في 20 ب 60 في 12 بكام يا جماعة؟ 6 في 2 أصلا، 6 في 12 ب 72، وحط جنبها الصفر 720، اضرب كله ببعض. إذا كان كاف لام ميم نون يساوي صفر، معناه إيه الكلام ده يا جماعة؟ يعني كاف ضرب ميم ضرب لام ضرب نون كله بيساوي صفر يا جماعة. وقال لي لام ميم نون واو بتساوي واحد، طب هو ده اللي يساوي كام؟ ضربهم بيساوي كام؟ حظ ضربهم بيساوي واحد، إذا ده يساوي صفر. نون لازم يساوي صفر، بس اختار نون اللي تساوي صفر. إذا كان متوسط الحسابي العدد 6 وكاف يساوي متوسط حسابي العدد 2 و9 وكاف، قارن بين يا جماعة كاف ولا 4، يعني هات لي قيمة الكاف. طب نطبق القانون المتوسط الحسابي اللي بيقول لك ايه؟ 6
وكاف تخصيص الذكاء يا جماعة على كام؟ على 2 يساوي 2 زائد 9 زائد كاف، هسمع كام؟ هسمع 3. واضرب كاف دول يا شباب، طب دول مع بعض طبعا، دي مع بعض كده يدينا 11، دي ب 11 خلاص. 3 في 6 ب 18 زائد 3 كاف هتساوي 2 في 11 يا جماعة ب 22 زائد 2 كاف. جمع كله في رفع الكاف مع الكاف، هدي هنا كده يا جماعة، يبقى عندك 3 كاف ناقص 2 كاف بكاف واحدة، 22 ناقص 18 بتساوي 4، يبقى كاف برضه تساوي 4 يا جماعة، اختار ايه الإجابة؟ ج متساويتان. أوجد محيط الشبه المنحدر يا جماعة، المحيط طبعا هو المحيط مجموعة الأضلاع اللي بره كلها بثلاثة، واحد ونص، خمسة، بقى ده يا جماعة جبتها ازاي؟ طلع ده مجهول، هعمل ايه يا شباب؟ هنعمل عمل هنا كده نسقط بس عمود بالشكل ده، فده طوله ثلاثة وده طوله كام؟ 2 صح؟ طب وده؟ ده بواحد ونص، وأطبق فيثاغورس يا شباب، فيثاغورس أربع ده وأربع ده تحت الجذر، وأجيب الضلع التاسع يا شباب، طب نربع ازاي؟ يلا 2 تربيع ب4، طب 1.5 تربيع بكام يا جماعة؟ 15 تربيع ب 225، 15 في 15 ب 225، وحط الفاصلة بعد كام رقم؟ بعد رقمين. طب نجمع كده يا جماعة، ادينا جذر كام؟ جذر 6.25، هي نفسها بالظبط 625 على 100 يا جماعة. طب 625 جذرها كام؟ جذرها 25 صح؟ على 100 يا جماعة، جذر ال 100 ب 10، اقسم على 10 يعني هتساوي 2 وايه ونص، حط فاصلة رقم واحد بس، يبقى دي يا جماعة كده ب 2 ونص، المحيط كله بيساوي كام؟ جمع يلا 2 ونص زائد هنا 1 ونص، خليها جنبها كمان، زائد ده كله ب 5 زائد كمان 3، دول مع بعض ب 4، 4 زائد 5 9 زائد 3 يساوي 12. ثلاث أعداد متتالية أحدهم 11 يا جماعة، أحدهم 11، حاصل ضربهم 990، يعني 11 ضرب رقم ضرب رقم تاني كمان بعديه يساوي 990 صح؟ طب طالما 10 يا جماعة أهو 11 معانا، وفي صفر خلي بالك أهو، في صفر لازم ده كمان يكون 10. طب 10 في كام بقى 99 يا جماعة؟ يبقى ب 9، يبقى 9 في 10 في 11، ملهاش حل تاني. مجموعهم بيساوي كام؟ اجمع 11 زائد 9 يساوي 20 زائد 10 كمان يساوي 30. ثلاثة أس 32 ناقص ثلاثة أس 31 يا جماعة بتساوي س ضرب واحد، ثلاثة أس 31. طيب هنا نعمل إيه يا شباب؟ بص إزاي؟ بالنسبة لده آخد قسم مشترك بره الصغير اللي في المكان ده الصغير، آخده بره مشترك قسم مشترك، أو ثلاثة أس 31. لما أخدنا من هنا يا جماعة قسمت ده على ده، افتح الأسس يديني ثلاثة أس 1 يعني ثلاثة ناقص ده اثبت نفسه يدينا واحد، بتساوي س ضرب ثلاثة أس 31، تمام كده؟ طب اختصر بقى دي تروح مع دي، 3 ناقص 1 بتساوي 2 يا جماعة، يبقى س تساوي كام؟ س تساوي 2. كم تساوي 4 هللة بالريال يا جماعة؟ طبعا الريال موجود فيه 100 هللة، الريال 100 هللة يا جماعة، يعني طب لو عملنا العكس يبقى الواحد هللة هتساوي كام؟ هتساوي 1 من 100 ريال. طب 4 هللة يا جماعة، 4 هللة بتساوي كام؟ تساوي 4 من 100 ريال، اختار 4 من 100. قارن بين س 4 س يا جماعه و6 ص، طب ايه علاقه بين س وص يا جماعه دي؟ طبعا طالما في توازي عندك، في توازي اهو، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي يا جماعه بالتناظر، بتساوي بالتناظر، يعني س بتساوي كام؟ بتساوي ص. طيب مين اكبر، 4 س ولا 6 ص؟ والله شيل الصبح مكانها س، يبقى عندك 4 اهي، اعتبر دي 6 ايه؟ 6 س، 4 س ولا 6 س يا جماعه؟ طبعا 6 س، ان س عندك عدد ايه؟ عدد صحيح، خلي بالك س هنا عدد صحيح، واضح؟ فاختار ايه يا جماعه؟ ب القيمه الثانيه اكبر اللي هي 6 ص. قارن بين برضه ص 61. طيب لاحظ عندنا ده مثلث متساوي الساقين يا جماعه 59، اطرحها من 180 يا جماعه واقسم على كام؟ يبقى الباقي 121، اقسم على الاثنين يبقى 60 ونص و60 ونص، 60 ونص يا جماعه، طبعا تبقى دي ايه؟ 61 اكبر، القيمه الثانيه اكبر اختار ب.
واحد أس أي حاجة بواحد. طبعا هنا يا جماعة واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد كله بيساوي كام في الآخر؟ أربعة. مكعب مساحة قاعدته 100، ما ارتفاعه؟ المكعب معروف طبعا يا جماعة إن طوله يساوي عرضه يساوي ارتفاعه، كله قد بعضه، تمام كده؟ طيب المساحة اللي هي إيه يا جماعة؟ عبارة عن مربع برضه، ضلع في نفسه يدينا 100 يبقى ضلع ب 10، يبقى الحرف ب 10 يا جماعة، يبقى الارتفاع برضه كمان ب 10. إذا كان ألف على باء بتساوي 60 على نص، فقيمة ألف إلى باء، طب تفرق يا جماعة ألف إلى باء من ألف على باء؟ هي نفسها بالظبط، ألف على باء نفسها ألف إلى باء. طب اختصر دي، دي عبارة عن 60 على نص، خليها كسر تاني كده يا جماعة، ده بسميه كسر متحرك لأن الصغير مقام الحركة يطلع فيها يا جماعة. هيديني 60 في 2 ب 120 على 1، يعني 120 إلى 1. كم عدد المئات يا شباب؟ لما يقول لي مثلا كم عدد المئات، احذف بس ايه اول رقمين احذفهم، خد الباقي. كم عدد العشرات؟ احذف اول رقم. كم عدد الالاف؟ احذف 3، وهكذا يعني. فالحل عندك 998. اوجد كلمة صاد في السؤال ده يا جماعة، اوجد كلمة صاد. تلاحظ عندك ده توازي 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 توازي، اذا ده يا جماعة شكل متوازي اطلع. طب ده 110، اذا ده بكام؟ برضه 110 بالتقابل يا جماعة. خواص متوازي الأضلاع إن كل زاويتين متقابلتان متطابقتان، صح؟ طيب هنا يا شباب المثلث ده، دي زاوية خارجة عن المثلث بتساوي إيه؟ مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني صار هتساوي 110 طرح 50، هيدينا إيه يا شباب؟ 60. إذا كان مساحة المربع الواحد 9، أوجد مساحة من الشكل، يعني اجمع لكل المربعات دي واضرب في 9 في الآخر. نعد كده مع بعض، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 يا جماعة، اضرب بس 15 في 9. أقول له مثلا 9 في 5 ب 45 و9 في 10 ب 90، اجمعوا مع بعض هيديني 135، الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعده يا جماعة، السؤال اللي خاص بالنمط يا شباب، عارف النمط طبعا يعني يعتمد على ايه؟ البديهه عند الطالب. طب تلاحظ كده 32 34 عدد زوجيه 38 يا جماعه، يعني في حاجه في النص هنا الشال 36 الشالت، راح مره على كام؟ 38. تمشي نفس النمط كده 4 6، على المفروض يكون بعدها 8، طير 8 خد اللي بعدها يا جماعه، يبقى كام؟ يبقى 10. واضح كده؟ اعمل نفس النمط اللي فوق تحت، اختار ال 10 وهي الصح يا جماعه 10. طبعا موضوع النمط ده ليس له قاعده ابدا، حسب اجتهادك انت. الجذر التربيعي ل 3 اس 2 س بيساوي 27، اوجد قيمه مين؟ اوجد س يا جماعه. طبعا لما تلاقي اس هنا كمان 2 س معناها ايه؟ اقدر اقولها كده 3 اس س الكل اس 2 عادي تحت الجذر يا جماعه، هو فالتربيع يروح مع الجذر، يعني هي نفسها 3 اس كام؟ اس س بتساوي 27، دي احللها 3 اس 3، 3 اس 3 يا جماعه. المقام الأساس هو الأساس، والأس يساوي الأس، يبقى سين هتساوي 3. مدرسة بها 74 طالب اجتاز 37% منهم الاختبار وغاب 13% من الطلاب، كم عدد الذين لم يجتازوا الاختبار يا جماعة؟ اللي اختبر واجتاز 37 واللي غاب أصلا 13 يا جماعة، طب لو جمعناهم على بعض 37% زائد 13% يا جماعة هيدينا 50%، صح كده؟ إذا الذين لم يجتازوا هما الباقي اللي هو برضه كام؟ 50% يا جماعة، 50% من ال 74، يعني نص العدد ده من الآخر نص ال 64 يا جماعة، تمام كده؟ اختصر طبعا ده وده، يعني يبقى 2، 7 على 2 فيها ال 3 وباقي 1، 14 يا جماعة على 2 نحط 1 يبقى هنا فيها 7، يبقى 37 نصف العدد. إذا كان 5 أس 20 على 5 أس س بتساوي 5 أس ص، أقل متوسط س وص يا جماعة. الأقل أي شيء، يعني متوسط يعني مجموعهم س زائد ص على عددهم على 2، نحسب دي. طب هنعمل إيه يا شباب؟ وبنتعامل مع مسألة عادي، هيقسم الأساس زي الأساس، اطرح الأسس، يعني هتساوي 5 أس 20 ناقص كام؟
س، الطرف الثاني 5 أس ص، هنا 5 وهنا 5 يا جماعة أساس الأساس، أساوي الأس بالأس، يبقى 20 ناقص س تساوي ص، وأدي صار الطرف الثاني بإشارة موجب الس، يبقى 20 بس بتساوي إيه يا جماعة؟ س زائد ص. طب أنا عايز س زائد ص ولا لأ؟ أنا عايز س زائد ص على 2 متوسط، اقسم برضه على 2 يا جماعة هتساوي 10، يبقى الحل عندي يساوي 10. جذر 6 زي جذر 5 تربيع وزيها بس بالسالب، تربيع يا جماعة يساوي كام؟ تلاحظ عندك كده قبل المسألة هقول لك بس معلومة صغيرة، لو عندك مثلا س تربيع ضرب ص تربيع يا جماعة، أعرف أقولها كده، أعرف أقول له س ص كل تربيع لأ؟ ينفع، يعني هعمل نفس الكلام هنا بالظبط، نفس الشيء هعمله هنا يا جماعة، يعني هعمل إيه؟ هقول لك هجمعهم كلهم في قوس واحد بس، عندك كده قوس أول، القوس الأول هقول له جذر 6 زي جذر 5 ضرب الياسين دي الصاد بقى يا جماعة 6 ناقص جذر 5 كل تربيع، تمام كده؟ طب ده يا جماعة عبارة عن إيه؟ عدد المرافق له، لما أضرب رقم في المرافق بعمل إيه يا شباب؟ أضرب الأول في الأول والتاني في التاني، بينهم إشارة سالب، جذر 6 ضرب جذر 6 ب6، جذر 5 ضرب جذر 5 ب5 يا جماعة، بينهم إشارة سالبة، خلي بالك لا تنسى التربيع فوق لأن ملهاش لازمة في الصيغة العادية. 6 ناقص 5 ب1 تربيعها بكام؟ ب1. أفكار جميلة وسهلة. إذا كان طول ضلع المربع 20 أوجد مساحة المظلة يا جماعة، المربع كله ب20 تمام، الجزء ده ب10 يبقى اللي باقي 10 يا جماعة، يبقى الجزء ده 5 والجزء ده 5. وعلى مساحة المظلة، طب عندك إيه المظلة عندك بالظبط يا شباب؟ عندي دايرتين، لو جبت الجزء ده وديته هنا كده وده جبته هنا يا جماعة، عندي كده دايرتين بالظبط مظللين. طب أجيب مساحتهم إزاي؟ المساحة بتساوي ط ناقص تربيع، ط ناقص تربيع، طب هما دايرتين اضرب في 2 اللي هما دايرتين يا جماعة، يبقى 2 النق الأول نص اضرب 5 تربيع ب25، الط هنا مش طالبها يا جماعة اكتبها، الأرقام اضافة 14 تمام كده، 2 في 25 ب50، 50 ضرب 3 ايه يا جماعة؟ فاصل 14، حط الصفر زي ما هو، 5 في الرقم ده يا جماعة كله 5 في 4 ب20، 5 في 1 ب5 و2 7، طيب 5 ضرب 15، الفاصل على كام رقم؟ بعد رقمين اهي، طبعا ده كله يروح كله يساوي كام؟ 107 وايه؟ و50، 157 وحدة مربعة. إذا كان س أقل من صفر يا جماعة، يعني إيه س أقل من صفر؟ يعني س سالبة بشكل عام، سالبة س دي هنا سالب، طيب س تربيع بتساوي 4، يعني س ده أكيد سالب 2 تربيع بتساوي 4، قارن بين يا جماعة س وسالب 2 وس، قصدي معلش أنا آسف، س وموجب 2، طبعا س قلنا بسالب يا جماعة، أين كان على كم قيمتها؟ هي سالب، وده موجب، فالموجب أكبر أختار بقى، محدش يقول لي هنا هتساوي 2 موجب و2 سالب، لا شحني في الأول حددها لي، قال لي بالأول لازم تكون سالبة. يريد شخص طلاء حائط أبعاده 4 متر و6 متر وبه نافذة مربعة الشكل طول ضلعها 1 وباب مستطيل الشكل أبعاده 2 و1، إذا كانت تكلفة الدهان الواحد متر مربع ب4 ريال، كم تكلفة دهان الحائط كله يا جماعة؟ يعني الشكل تقريبا هيبقى بالمنظر ده كده، هذا الحائط يا جماعة هو للتوضيح بس، طبعا 6 في 4، عندي هنا نافذة 1 متر يا جماعة، طول ضلعها 1 متر، وعندي باب هنا 1 في 2، طيب هعمل إيه؟ الأول أجيب مساحة الحائط بالكامل، 4 في 6 ب24 يا جماعة، طب المساحة دي بكام؟ مساحة دي واحدة النافذة الأولى عشان أطرحها 1 ضرب 1 ب1، وهنا 2 في 1 ب2 يا جماعة، مجموعهم 3، يبقى المساحة كلها الصف اللي هحسبها هتساوي 24 طرح يا جماعة 3 يعني ب21، دي المساحة اللي هتحسب عليها، طيب المتر بكام؟ ب4، يبقى 21 يا جماعة تكلفة هي 21 ضرب كام؟ 4 هيديني 4 وكام؟ و80، الحل 84. إذا كانت القسمة 6006 على 6 يساوي الرقم ده يا جماعة 1001، يبقى كانت القسمة ده يا جماعة على 6، طبعا سؤال بس بسيط جدا سهل، مجرد بس تحط 6 على 6 يا جماعة يبقى 1 1، وعد الأصفار اللي بينهم بس هتلاقي عندك كده 2 3 كمان 6 يا جماعة، هم في نص 6 برضه، ده الحل الصح، ده نفس يا جماعة بالظبط، حتى لو ما جابش الفكرة دي كلها خالص من البداية خالص أنا معايا الرجال ده أسمع عادي يعني.
اقسم عادي في مكان حل الصح. 10 أمثال عدد زائد مربعه يساوي 10 أمثال العدد زائد 4 أمثاله. ملاحظين حاجة؟ إن ده نفس ده بالظبط، يعني ممكن أشيلها مع بعضها ينفع. المشكلة يعني ما دي زي ده بالظبط وجمع. تمام كده؟ يبقى عدد يا جماعة مربعه يساوي 4 أمثال. جرب كده، يلا 2 جرب الـ2 كده، مربع الـ2 بـ4، هل هتساوي 4 أمثال؟ يعني 4 في 2؟ لا، ده 4 لـ8 لا تساوي. طب نجرب كده 4 يا جماعة، 4 في تربيعها 4 تربيع ب16، هل هتساوي 4 في 4؟ رقم في نفسه؟ أيوة بيساوي بعض يا جماعة، اختار الـ4 صح. إذا كان 13 على 3 نون زائد 8 على 3 نون بتساوي هيك 49، أو بتكمل النون. ممكن أحلها معادلة، ممكن أجرب الحلول يا جماعة، بس شايف إن تحل معادلة سهلة، لأن إيه المقام عندي متوحد جاهز خلاص. اجمع بس ده زائد ده يا جماعة، بس اجمع بس البسط مع البسط، يبقى عندك 21 على 3 نون بتساوي 49. ممكن دي تديك 7، عندك 7 يا جماعة هي نون بتساوي 9. بقول ليه ممكن؟ يعني ممكن أضرب في مقلوب ده وأدي طرف التاني، يعني أكتر من طريقة الحل يعني. اختصر هنا مع بعضه، اقسمنا على 7 وعلى 7 يا جماعة فيها 7، نون هتساوي 7. إذا تحرك رياضي على محيط سداسي منتظم طول ضلعه 10 من القطعة من البداية نقطة س يا جماعة، الأول هنا دي البداية عندك، فقطع في اتجاه عقرب الساعة، يعني ماشي كده يا جماعة، عقرب الساعة كده خلاص كده، قطع مسافة 140 متر فعند أي نقطة يقف. طيب الواحدة يا جماعة كلها ب10، خلي بالك إيه، تبعد لي كده معايا كام واحدة؟ هذا 1 2 3 4 5 6، رجع نفس المكان بالظبط، 6 في 10 ب60. طب كمان لفة، يبقى 60 زائد 60 ب100 كام؟ 60 زائد 60 ب120 يا جماعة، باقي كام؟ 140، باقي كمان 20، فامشي كده، هذا 10 20 يقف عند الكاف، اختار الكاف. ما قيمة ربع العدد 2 س يا جماعة؟ 2 أس س، معلش 2 أس س، يعني ربع ازاي؟ يعني ربع العدد اهو، اضرب في ربع، ربع ال 2 س، يعني اقسم على كام في الآخر؟ 2 س على 4. طب ال 4 اعرف خليها 2 أس حاجة؟ أيوة، يبقى 2 أس س زي ما هي، دي 2 أس س، معلش مش س س، مقسومة على 2 أس 2، أساس زي الأساس، اطرح الأسس. 2 أس س ناقص 2 هي الصح ألف. قارن بين 3 أس 2 أس 3 ولا 3 أس 3 أس 2 يا جماعة؟ طبعا عليه خلاف السؤال ده، محلول في الكتاب إن القيمة التانية أكبر، بس أنا وجهة نظري وعايز رأيكم برضه، اللي عنده رأي تاني يقول لي في التعليقات إنهم متساويين. ليه؟ لما تلاقي الأسس بضرب الأسس في بعضها، اضرب ده في ده، 2 في 3 ب6، ولا برضه 3 في 2 برضه ب6 يا جماعة، والأساس 3 في 3 زي بعض بالظبط. لو حسبتها تلاقي دي زي دي بالظبط. دي اللي يحب يتأكد يجرب نفسه يا جماعة، واكتب لي في التعليقات لو عندك أي فكرة. قارن بين 1999 ولا 199 يا جماعة. أسهل طريقة للمقارنة بين الأرقام اللي زي كده، عشان أجرب القصور زي كده، اكتبها كده جنب بعضها، 3 9 أهي، والتاني جنبه 100 على 9، واضرب ضرب يا جماعة تبادل ده مع ده كده، وحط الحل فوق وده، وحط الحل فوق يا جماعة كده، شوف مين الأكتر. يلا 99 في الرقم ده، أكتب 99 وحط 3 أصفار هنا، الـ3 9ات، ونحط الصفرين يا جماعة، مضرب دفتر كده، نحط الصفرين، مين الأكبر يا شباب؟ طبعا نفس عدد 5 5 5 خانات، 3 9ات 9 بس، فده أكبر. إذا ده يا جماعة أكبر، يبقى القيمة التانية أكبر اللي هي 100 على 99 هي الكبيرة. اختار بقى، دي أسهل طريقة لمقارنة الإيه؟ القصور. النسب بين زوايا الشكل الرباعي 4 3 2 1، أو قياس الزوايا الكبرى يا جماعة. طب النسب كده يا جماعة إيه؟ بعمل إيه؟ أجمع كل النسب دي، أجمعها عشان أجيب قيمة الجزء الواحد. طبعا دول كده ب 6 و4 يبقى 10 يا جماعة، كله 10، هنقول له كام؟ 360 للرباعي، مجموع زواياه ب 360 على 10 يديني كام؟ 36. دي قيمة إيه يا جماعة دي؟ الجزء، يعني قيمة الجزء، يعني اضربها في 4 تجيب زاوية كبيرة، اضربها في 1 تجيب زاوية صغيرة، وهكذا يا شباب. طلب مني زاوية كبيرة يا جماعة، يبقى أقول له 4 ضرب كام؟ 4 ضرب 36 يا جماعة، ال 4 في 30 ب 120، وال 4 في 6 ب 24 يا جماعة، لما يجمعوا مع بعض هيدينا 144. الحل الصح.
أوجد قيمة سين يا جماعة في السؤال دول، أوجد قيمة سين. طبعا عندك الزاوية ده، ده مربع مجموع زواياه إيه؟ كلها 90 90 90، دي زاوية 90 ودي كمان 90 يا جماعة، صح؟ يعني دي كمان 90. طب دي تساوي دي، إذا ده مساوي للساقين الساقين، يبقى دي 45 ودي 45. طب دي كلها ب 180 يا جماعة، 180 طرح كام؟ اجمع دي مع دي 135، يعني 180 طرح 135 هيدينا 45 الحل الصح. يبقى دي كده كمان 5 وكام؟ و40. شكل المجاور مستطيل، أوجد قيمة س هنا يا جماعة. طبعا قال لي مستطيل يبقى دي زاوية قايمة، يبقى دي 50 يبقى 90، دي كمان باقي 90 يا جماعة، دي برضه كام؟ 90 على بعضها دي باقي 60. طب مثلث زاويتين في 60 ب 50، ابتدى بكام؟ اجمع 60 زائد 50 ب 110، اطرحها من 180 يدينا 70 يا جماعة، حل 70. شكل المجاور أوجد قيمة س. هنا يا جماعة في اختلاط بين شيئين اللي هو الحرف الإم والحرف ده يا جماعة كده. طب هنا أحلها إزاي؟ أحلها معاك واحدة واحدة. أنا هعمل هنا عمل بسيط جدا، هعمل خط مساوي أهو يوازي الضلعين دول، ده يوازي برضه. هما دي كده استقامته وده استقامته يا جماعة. دي 110، إذا ده 110 برضه بالتبادل يا جماعة، التبادل الداخلي 120 يبقى ده برضه 120 يا جماعة. طب مجموع الزوايا كلها على بعضها مجمعها نقطة بكام؟ 360 درجة. هتقول له كده ال 110 زائد ال 120 زائد ال 13 س بتساوي 360، يعني هنا 230 زائد 13 س 360 يا جماعة. ده مشكلة في الصفر، هو الطرف الثاني مش على مخالفة أو اس اطرحها من طرفين. 13 س بتساوي كام؟ باختصار بتساوي 130 يا جماعة. أما اقسم طرفين على 13 يبقى س بتساوي 10، س هتساوي 10 يا جماعة. طيب في فرق برضه، في فرق تاني حاجة تانية، لو عندك حرف عامل زي كده، حرف الإم يا جماعة، لو عندك حرف الإم الزاوية دي يا جماعة كده، الزاوية دي بتساوي مجموع الضلعين دول دي زائد دي، لو جات لك حرف الإم مختلف عن ده، واضحة؟ إن شاء الله تجيلنا في أسئلة تانية ونحلها مع بعض. إذا كان مساحة المثلث 60، المثلث بيتكامل على بعضه يا جماعة 60، أوجد مساحة المظلل اللي هم دول يا جماعة. طب دول قد إيه من المثلث كله يا جماعة؟ دول 2 من 4 يعني نص، يعني 30 درجة. لو كله 60 يبقى دي 15 15 15 15، 2 بس 30، اختار الإجابة إيه؟ 30. ثلاث أعداد مجموعهم 96، العدد الأكبر 3 أمثال العدد الأصغر، والعدد الأوسط مثلي يعني ضعف العدد الأصغر يا جماعة. يعني إيه؟ أفترض الصغير ده مثلا هو اللي العدد الأصغر بكام؟ أفترض الأصغر يساوي 1، قال لي الأوسط ضعف أو مثلي يعني 2، التالت 3 أمثال اضرب 3 يا جماعة، نسب أهي نسب. وأجيب برضه قيمة الجزء اللي حلتها من شوية، قيمة الجزء يا جماعة اجمع كله كده مع بعضه، المجموع هيديني 6، واقسم لي ال 96 على 6 هيدينا كام؟ 9 على 6 فيها الواحد وباقي 3، 6 على 6 6 على 6 فيها كام؟ فيها 6، يبقى الحل يا جماعه كام؟ 16. لو قيمه الجزء يا جماعه 16 اضربها في 1 تجيب الجزء الاصغر، في 2 تجيب الاوسط، في 3 تجيب الاكبر. فهو واحد عندي يا جماعه بواحد اهو، 1 في 16 بتساوي كام؟ 16، اختار 16. إذا كان س زائد 3 على ص زائد 3 بتساوي نص، قارن بين يا جماعة س زائد ص و س زائد 3. السؤال ده يا جماعة بلاش حد يحفظه، لأنه جه بطريقتين مختلفتين بنفس الأرقام بالظبط، بس قال لي مرة س ناقص ص ومرة ص ناقص س، هحلها معاكم بالاتنين بالطريقتين يا جماعة. قارن بين ده وبين س زائد 3، تمام كده؟ قبل أي شيء أنا هضرب ضرب تبادلي عشان أجيب قيمة ص بتساوي كام من الس. التبادل يا جماعة عندك هو مثلا 1 في ص بص زائد 1 في 3 ب 3 يا جماعة، هتساوي 2 في س ب 2 س زائد 6. خد الطرف الثاني قصاد بس تساوي كام؟ 2 س زائد 3، واضح كده يا جماعة؟ طب لما أعوض كده قال لي إيه؟ هات هنا قارن بين س ناقص ص، هنا س ناقص ص ولا س زائد 3 يا جماعة؟ حط مكان الصاد بس قيمتها، يبقى س ناقص ص أهي، طبعا سالب الطرف كله 2 س ناقص يا جماعة 3، س ناقص 2 س يبقى سالب س
سالب 3 يا جماعة. طبعا ده نفس ده بس بإشارة مخالفة، سالب بس. يبقى هنا اختار ب، الحالة دي اختار ايه يا جماعة؟ ب، التاني اكبر، ده الكبير. طب كان قال لي في سؤال تاني غير ده، قارن بين ص ناقص س. بس الناس ما بتحفظش الأسئلة وبيقول لك انا حليت صح وكده غلط. طب ص كام هو كده هنا؟ ص كام يا جماعة؟ حلو، سؤال تاني. ص عبارة عن تعور فوق خلاص اهي، ب2 س زائد 3 ناقص س يا جماعة. اطرح، ادينا س زائد كام؟ 3. والطرف الثاني برضه س زائد 3 يا جماعة، يساوي بعض. هنا اختار ج يا جماعة. يبقى الأولى اختار ب، الثانية اختار ايه؟ ج. السؤال ده اتكرر أكثر من مرة في الامتحانات بأشكال نفس الأرقام. أكبر عامل أولي لعدد 130 يا جماعة ده هو. طب لو حبيت تقسم على 130 دي تجيب عواملها، حللها، عواملها عبارة عن كام؟ عبارة عن 10 في 13، صح؟ وال10 ممكن يخليها كمان 2 في 5. أكبر واحد فيهم مين؟ 13. طب هنا قارن بين 12 و12، طبعا يبقى ده أكبر يا جماعة، اختار ألف الأول هو أكبر. أكبر عامل إيه؟ أول. مربع مقسم إلى مثلثات متساوية قارن بين مساحة المظلل أو 7. طيب يا شباب لاحظ كده، عندك ده كله 4، يبقى دي بس ب2. مربع كله بيساوي 2 في 2 يساوي كام؟ 4. طب ده نص مربع عن إيه؟ عن 2. مجموع المظلل كله 6 وهنا 7، يبقى التاني الأكبر. اختار بقى شكل المجاور يمثل عدد الكتب المستعارة للطلاب والمعلمين المتوسط. ما متوسط الكتب المستعارة للمعلمين يا جماعة خلال 6 أيام؟ شوف كده مع بعض. المعلمين طبعا هو اللون الأخضر أول، أخضر المعلمين. المسافة دي هنا 60، هنا 80 في النص كده بالظبط 70، يبقى بينهم مثلا 65 بالتقريب. أنا هعملها بالتقريب يا جماعة، خلي بالك يعني. طب هنا أول قيمة عندك بكام تقريبا؟ أول قيمة هتقول دي تقريبا 65، زائد القيمة التانية مثلا دي 60، التالتة اللي هي دي يا جماعة لا في النص بالظبط، يبقى دي 70. هنا نزلت تحت بين 60 و40 يا جماعة، أنا عندي كام؟ عندي 50 زائد 50 زائد هنا كمان بين فوق 80 بحاجة بسيطة يا جماعة، طبعا أقل من إيه؟ من 90، أقول له 85، ده بالتقريب كل ده. وهنا يا جماعة كمان 60، جمع كل ده على بعضه، قال لي احسب لي ايه؟ احسب المتوسط، نجمع كله واقسم على كام؟ واقسم على عددهم 1 2 3 4 5 6، على 6 يا جماعه في الاخر، على 6 نجمع كده مع بعض بالراحه. هذا 0 5 وهنا 5 كمان يبقى 10، 0 مع 1 يا جماعه، ادي 7 15 20 27 27 و6 33 وكمان 6 يبقى 9 وإيه؟ و30 يا جماعة، اقسم كل ده على 6، يلا 39 على 6 فيها 6 وباقي معانا 3، 30 على 6 فيها كام؟ 5، يبقى الحل يا جماعة بالظبط 65، لو جه رقم قريب منها برضه يبقى صح، يعني 64 مثلا كلام من ده، برضه صح. قارن بين 56 تربيع ولا 7 أس 8 في 7 أس 8 في 8 أس 8 7 أس سالب 1 8 أس سالب 1 يا جماعة. طب هنا اضرب يا جماعة، اضرب دفتة زي بعض، 7 مع 7 اجمع الأسس هيديني 7 أس كام؟ 8 ناقص 1 7 1 ضرب هنا برضه ده مع ده، 8 ناقص 7 بيدينا ايه؟ 8 أس 1 يا جماعة، ادينا 56، اضرب ده ب 56 وهنا 56 تربيع، يبقى الأولى أكبر. اختار الأولى يا جماعة، ألف. إذا كان هناك مربعين الأول مساحته 16 والثاني مساحته 9، قارن بين الفرق بين طولي قطريهما ولا 2. الاول جه ارسم يا جماعه المثلثين المربعين، معلش انا اسف، المربعين المربع اهو ده مساحته 16، تمام كده، يعني ضلعه 4، 4 في 4 ب 16، القطر يساوي كام؟ لما ده 4 يا جماعه وده 4 يبقى ده 4 جذر 2. المربع الثاني مساحته 9 يعني ضلع 3، اذا ده كام؟ 3 جذر 2. الفرق بينهم تقول له 4 جذر 2 ناقص 3 جذر 2 يا جماعة هيديني 1 جذر 2، 1 جذر 2 طبعا ده أقل من كام؟ أقل من 2 يا جماعة، ده أقل من الاثنين، يبقى القيمة التانية أكبر. اختار بقى. آخر سؤال، القيمة الأولى 10 5% ولا اللي على حسابي يا جماعة؟ طب هنا أعمل إيه في السؤال ده؟ هنا أحاول أوحد المقامات الأول وأخلص من الفصل خالص. هنا بس أخلص الفصل إزاي؟ 5% و5 من 10 اضرب الطرفين في 100، اضرب فوق تحت كمان في 100،
اصبحت دي 50 على 5 زائد. يا جماعه هنا نفس الشيء بضرب برضه في 100 عشان تتحرك خطوتين تبقى 5، واضرب يا جماعه هنا في 100 يبقى عندك 50 صح. وحل المقامات كده، اضرب ده في 10 بقى تحت بقى دي 50 وده 500، يعني هتساوي 505 على 50. اقسم كله كده على 5 يا جماعه، هتساوي 101 على 10. لما اقسم على 10 احط الرقم زي ما هو، بس حط الفاصل بعد كام؟ على رقم واحد بس. طب 10 1